السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنكمل الأجزاء المهمة للصف الثالث الابتدائي في الترم التالي. نبص مع بعضين. حجرة على شكل مستطيل طولها 4 سنتي وعرضها 3 سنتي. عايز أحسب المحيط وعايز أحسب المساحة. طبعا المساحة والمحيط لشكل المستطيل. جايب لك طولها كم سنتي؟ 4 والعرض 3. طبعا احنا عارفين إن المحيط والمستطيل هنفتكر مع بعضين بيساوي إيه؟ الطول زائد العرض الكل ما بين اقواس في 2، وعارفين ان احنا كنا بنخلص اللي بين الاقواس وبعدين بنجري عمليه الضرب. الطول عندي كام؟ 4 سنتي، والعرض زائد العرض كام سنتي؟ 3 سنتي، الكل اللي في 2. كنا بنعمل ايه زي دي؟ كنا بنخلص اللي بين الاقواس والناتج بنضربه في 2. 4 زائد 3 كام؟ 7. 7 في 2 بكام؟ ب 14. طبعا زي ما احنا عارفين ان المحيط بالسنتيمتر 14 سنتيمتر. طب في حل تاني احنا خدناها قبل كده ونفتكر مع بعضينا، ان المحيط المستطيل برضه بيساوي ايه؟ محيط اي شكل هندسي هو عباره عن ايه؟ مجموع اطوال اضلاعه. مجموع اطوال اضلاعه، صح؟ اطوال اضلاعه. طب ما نيجي نجمع مع بعضينا، ده مستطيل يعني طول ده قد ده وده قد ده، صح؟ انما بيفرق ايه المستطيل عن المربع؟ المربع كل اضلاعه متساويه، انما مستطيل الطول بيساوي الطول والعرض بيساوي العرض. نيجي نجمع دي 4 سنتي، يبقى دي كامل اللي قدامها هتبقى 4 سنتي. طب دي 3 سنتي، يبقى اللي قدامها هتصير كام سنتي؟ 3 سنتي. يبقى المحيط كنا بنعمل ايه؟ نجمع اطوال الاضلاع. يبقى عندي 4 زائد 4 زائد 3 زائد 3. طب والمجموع هيديني كام؟ هيديني لو اجمع دي مع بعضيها هيديني الناتج 14 سنتيمتر. يعني الناتج مش هيختلف معايا لو اتغيرت الطريقه. انا عايز اكشف مساحه طول المستطيل. مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ لو نفتكر مع بعضينا القانون بتاعها، الطول في العرض. الطول في العرض. الطول عندي كام؟ قلنا 4 سنتي، والعرض عندي كام؟ 3 سنتي. 3 في 4 هيديني كام؟ 12. طب وحده الوحدة اللي بقيس بيها المساحات سنتيمتر مربع. طب دي سنتيمتر عشان وحدة القياس عندي هنا سنتيمتر، والترابيع عشان نستخدم المساحة. طب في حالة تانية دي؟ في حالة تانية كنا بنعمل ايه فيها؟ كنا بنقول مساحة اي شكل هندسي عبارة عن ايه؟ عدد الوحدات المربعة. لو هنفتكر مع بعضينا الترم الأول، طب عدد الوحدات المربعة ازاي اقسم دي لوحدات مربعة؟ دي كم سنتي؟ 4، يبقى اعمل 4 مربعات. طب دي كم سنتي؟ 3، يبقى اعمل 3 مربعات. هاجي اعد المربعات دي هلاقي عددها كام؟ هلاقي عددها 12 سنتيمتر مربع. يبقى عندي المساحه عباره عن عدد الوحدات المربعه او الطول في العرض. نقرا المثال اللي بعده. مستطيل مساحته 28 سنتيمتر مربع، عرضه 4 سنتي، اوجد طوله ومحيطه. لو هنفتكر مع بعضينا الشكل اللي انا كنت بستخدمه عشان اجيب طول من خلال المساحه بتاعت المستطيل، كنا بنعمل مثلث وبنكتب المساحه اللي هو جايبها لي فوق، مساحه المستطيل في راس المثلث، وتحت كنا بنكتب في رؤوس المثلث الثانيه الطول والعرض. واحنا زي ما عارفين تو في المثال اللي قبليه ان مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ لو عايز المساحه بيساوي الطول في العرض. بحط ده على اللي انا عايزه. لو عايز مساحه بحط بخفيها، يفضل الطول عندي في العرض، بضرب الطول في العرض عشان اجيب المساحه. طب انا عايز العرض، هعمل ايه؟ هخفي العرض، يبقى هيساوي ايه العرض؟ مساحه المستطيل على الطول. طب انا عايز الطول، هخفي الطول، يبقى هيساوي ايه؟ مساحه المستطيل على العرض. طب ايه هي المعطيات اللي عندي؟ جايب لي مساحه المستطيل، يبقى عندي المساحه بتساوي كام سنتي؟ 28 سنتيمتر مربع. دي المعطيات اللي عندي، المعطيات اللي جايبها في المسألة. طب والعرض؟ عرضه عندي كام؟ 4 سنتي. أنا عايز إيه؟ أنا عايز الطول بيساوي كام؟ والمحيط بيساوي كام؟ طب إحنا عارفين إن الطول من الشكل ده لو عايز أحسبه هاخد الطول، يبقى بيساوي إيه؟ مساحة المستطيل على العرض، يبقى بيساوي مساحة المستطيل على العرض. طب عندي مساحة المستطيل بتساوي كام؟ 28 سنتي على مربع على العرض. عندي العرض كام؟ 4 سنتي. أما أجي أقسم ال 28
على 4 هتديني كام؟ هنتفق مع بعضينا جدول الضرب، ايه الرقم اللي هضربه في 4 يديني 28؟ طبعا السبعه، لان 7 في 4 بتديني 28. طب وحده قياس الطول بتديني ايه وحده قياس الطول؟ طبعا سنتي متر. انا كده جبت الطول عندي ب 7 سنتي متر. طب انا عايز ايه؟ عايز المحيط. المحيط المستطيل بيساوي ايه؟ محيط المستطيل بيساوي ايه؟ زي ما خدناها تو، الطول زائد العرض الكل في 2. اتعود اي مساله تكتبها محيط او مساحه لازم تكتب القانون ده قبل ما تحل المساله. المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2. الطول عندي كام؟ تو جايبين 7 سم زائد العرض عندي كام؟ العرض جاب في المساله زائد 4 الكل في 2. 7 زائد 4 يديني كام؟ 11. طبعا زي ما انتم عارفين في 2، كنا بنخلص اللي بين الاقواس والناتج اللي يطلع من بين الاقواس اضربه في الناتج اللي بره. اللي بين الاقواس 7 زائد 4 11، ال 11 اضربها في الناتج اللي بره اللي هي 2. 11 في 2 بكام؟ ب 22. طب وحده القياس تحت ايه؟ دي محيط، يبقى هستخدم سنتيمتر مربع، يبقى 11 في 2 ب 22 سنتيمتر مربع.